السلام عليكم. نصيحة لحجاج بيت الله الحرام اللي خضعوا لعملية تبديل صمام وصار في عندهم صمام معدن، واللي هني عم ياخذوا أدوية سيلان بحاجة لمتابعة دورية لفحص السيلان. ننصحهم أنه يعملوا فحص السيلان قبل بضعة أيام من السفر إلى الحج، ويتأكدوا أنه فحص السيلان ضمن الحدود الطبيعية، يتأكدوا من الطبيب الجرعة اللازمة اللي لازم ياخدوها ويتناولوها للحفاظ على نسبة السيلان من أجل الحفاظ على الصمام. أثناء الحج ننصحهم أي عارض مثل علامات دبوغ زرقاء أو بنفسجية على الجلد، أو لا سمح الله إذا صار في نزيف من الأنف أو نزيف من الفم أو نزيف من الأسنان واللثة، أو لا سمح الله نزيف بالجهاز الهضمي أو نزيف بالبول، أنهم يراجعوا طبيب الحمل لأنه في احتمال يكون فحص السيلان زاد عن حده. ننصحهم أي دواء بدهم يتناولوه حتى ولو كان دواء مسكن للوجع يعرفوا أنه هيدا دواء ممكن يأثر لهم على فحص السيلان تعولهم، ويسألوا طبيب الحمل قبل ما ياخدوا هيدا الدواء.